في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. هو عايش على طول دور المظلوم، غلبان ومنكسر ومضطهد بالجميع يا جماعة. وأنا بقى عايز أقول لكم أن النوع ده من الناس بيكون غالبا خبيث جدا، لئيم جدا، بيكون ممثل عبقري جدا جدا. الإنسان ده بيلعب دور المظلوم المضطهد عشان يكتسب تعاطف الناس بالحيلة والخداع. إنسان دحلاب ما بيحبش يمشي دغري، بيكره الخط المستقيم، وبراعته ومهارته بتكون في تمثيل دور المضطهد الغلبان. الدور ده هو اللي بيحقق له دايما مصالحه وبينوله غرضه لما يكون عايز منك حاجة. أمورة عايز أكون نبي الله يخليك كده تكلم لي المدير يزود لي المرتب. أخويا تعرف الظروف أمورة، وعارف اني ماليش شلة ولا مصاحب المدير ولا بعرف انافقه زي التنين. ها تعرفني انا في حالة عمورة وبشتغل وبس. كلمه الله يخليك يزود مرتبي. قول له عايز بيشتغل وبس. ها ربنا يعزك اخوة، ربنا يعزك. واكيد سعادتك بطيبة قلبك وحنيتك هتتعاطف مع ابو عزيز. الراجل بيشتغل وبس ومالوش في النفاق، والمدير مش شايفه ويمكن ما عرفش اسمه حتى، عشان ابو عزيز موظف مثال يا جماعة، ده مثالي جدا وبيعمل في صمت مستخبي ومنكسر كده، ولا بيهش ولا بينش. وعبقرية عبد العزيز واللي زيه ان هم بيقدروا يرسموا نفسهم الصورة الذهنية دي عند الاخرين، ان هم طيبين وبيشتغلوا في صمت وكمان مضطهدين. اه والله عمور كل شلة المدير زادت مرتباتها مرتين في 6 شهور. تخيل انا يا دوب زودني مره واحده وادوني بدل مواصلات ويومين اجازه عشانهم العيال تعيشين، واروح بدري ساعتين عشان بشتغل على تاكسي بعد الظهر بس. اه والله ولا عملوا لي اي حاجه زي بقيه الزملاء. وطبعا يصعب عليك عبد عزيز. يا عيني تراني كده تاثرت جدا بقى. عبد عزيز بياخد كل ده ومع ذلك حاسس بالاضطهاد وانه مظلوم وما بياخدش حقه زي الناس التانيه أصحاب البيه المدير. النوعية دي اللي بتمثل عليك طول الوقت دور المظلوم والمضطهد، في الحقيقة دول وجودهم زي عدمه في أي مكان. بيهموك إن هم بتوع شغل وبس، وإن هم ولهمش ظهر المظلومين، مع إنهم عايز أقولك يعني ها بيكونوا واخدين حقهم تالت ومتلت واكتر. ولو دورت وراهم هتلاقيهم أقل ناس عملا وجهدا وإنتاجا. غلط غلط والله عمورة، مش عايز أخويا. انا بشتغل زي الفاعل من 9 لـ2، يا دوب هم الساعتين بس اللي بمشيهم بدري من الشغل كل يوم عشان العيال وهم تعيش. انت زي ما انت عارف، ما انت عارف يا اخي. الله ربنا يبعد عنك ولاد الحرام يا عم. يعني يا ابو عزيز بتشتغل من 9 لـ2 وبتمشي ساعتين بدري، ومن الساعه 12 بتكون شغال على التاكسي بتاعك، بتعطل مصالح الناس وعايش على الدوله، ومع ذلك بتشتكي من الظلم يا ابو عزيز؟ يا راجل عيب عليك والله، عيب عليك. الله 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 الله. ليه بس كده عمورة؟ يا راجل خليك وسط خير. ده انا كنت عايزك تكلم المدير عشان يزود مرتب اخوك عبد عزيز. ده انا كنت فاكرك نصير الغلابة والمظلومين يا عمورة. يلا ايوة الغلابة والمظلومين، مش الاونطجية والنصابين يا عبد عزيز. المظلومين دول بيكونوا نوعية تانية، بتكون عندهم عزة نفس وكرامة، بيكونوا صادقين في معاناتهم وشكواهم، بيستحقوا بجد نقف جنبهم ونساعدهم، ما بيكونوش طماعين وعينيهم فارغة يا زيزو، وبيمثلوا على الناس زيك يا عبد عزيز. بذمتكم ده تقولوا له ايه وتتصرفوا معاه ازاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني اسيبكم في امان الله. كلمة ورد غطاها، دكتور عمرو الليسي، الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.